ما فينا ناكل، نضرب بيتنا. العالم عم بدور على قمه الاكل، عم نروح المجابل عم ندور على اكل، ما في اكل عنا، عم نموت من الجوع. من يومين دخلت وقت نفول تحت من قله الجوع، ما في اكل، ما عم نمرق. عم ناكل حشيش، عم نلملم حشيش، ما في اكل، ما في عنا شيء. عم نروح المجابل، عم نروح عم ندور، ما حدا عم يعطينا. اساس في بدهم يفتحوا الطريق ما فتحوا، اساس بدهم يفوتوا معونات ما فاتوا، ما في حدا عم ياكل هون. هون فلسطينيين، هون نحن يعني كنا عايشين احسن عيشه هون. هون كان كل العالم يحسدونا على عيشتنا هون. ليش هيك صار؟ مين خرب البلد؟ الله ياخذ اللي خرب البلد. من امتى نحن بناكل من المجابل؟ من امتى نحن بندور؟ امتى نحن فكرنا نلم اكل من على الارض؟ كان هون مخيم مليان، كان شو ما بدنا نلاقي فيه؟ عم نلاقي مخلل خربان، عم ناكل ليش شفت الخبز الخربان بالارض عم نشيله ناكله؟ الخبز الخربان اللي عليه دود عم ناكله. جوعانين ما عاد فينا. افتحوا الطريق عم يفوتوا على المساعدات يخلصونا. افتحوا الطريق خلينا نروح. هي خبزه معفن، هي خبزه معفن، هي خبزه معفن عم ناخذه وناكله. هذا خبز معفن يا عالم يا عرب، نحن بدولة إسلامية بأغنى دولة بالعالم عم ناكل خبز معفن من على المزابل، ولا حدا سجلنا بالإعانات ولا حدا أعطانا إعانات إلا رب العالمين.